أصدر معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء قرارا بشأن تنظيم الوساطة في المسائل الشرعية وبهذه المناسبة أكد معاليه أن هذا القرار يمثل تطويرا جديدا ونوعيا على مستوى المنظومة العدلية في مملكة البحرين ويأتي ضمن حزمة القرارات ذات الأولوية لتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي وتفعيل إجراءات العدالة بما يواكب المتطلبات المعاصرة وتحقيق مبادرات تعزيز الوصول إلى العدالة 2021-2025 كما أكد معاليه حرص الوزارة على استدامة عملية مراجعة وتطوير السياسات والتشريعات والخدمات الداعمة للترابط العائلي وحماية كيان الأسرة البحرينية. وقال معاليه إن القرار الجديد يستحدث مسارا قانونيا جديدا لحل النزاعات الأسرية ويتضمن مسارات متخصصة في التعامل مع هذه النزاعات. من جانبها ثمنت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة إصدار القرار بشأن تنظيم الوساطة في المسائل الشرعية واعتبرت أنه يمثل نقلة نوعية في معالجة الخلافات الأسرية بحلول وأساليب بديلة واعتبرت الانصاري ان اتاحه خدمه الوساطه ستعمل على مد على مد مظله خدمات مكاتب التوفيق الاسري وتسريع عملياتها في تسويه المنازعات الاسريه دوليا من خلال فتح المجال للجهات الاهليه والخاصه العامله في مجال الارشاد الاسري. لبذل كل ما يلزم من جهد في سبيل اعاده بناء الروابط بين الافراد للوصول لاتفاق حول خلافاتهم الاسريه ومعالجه القضايا المتصله بنزاعاتهم الشخصيه مع الاخذ بعين الاعتبار احتياجات جميع الاطراف بمن فيهم الابناء